السلام عليكم، معكم عبور شعيب عضو اللجنة الوطنية لرصد التعبئة بالمركز المغربي لحقوق الإنسان ابن المنطقة فاعل الجمعاوي. اليوم كنتواجدوا أمام محطة ولا زيان اللي كان وقع واحد صراع ما بين الأفارقة مع بعضياتهم، واللي السلطات شعرات بهذا الموضوع وجات على إثرو باش تفض هذا النزاع وباش تحد من هذه المشاكل اللي كيطرحوها الناس. الا انهم، والغريب الامر هو ان رجال الامن والله العلي العظيم الا تعاملوا معهم بواحد الطريقه اللي هي انسانيه محضه لهم وللسلطات المحليه، الا انهم تمادوا في ذلك وخرجوا وكسروا على الانياب ديالهم لدرجه اصبحوا كيرزقوا رجال الامن والسلطات المحليه والماره بالحجاره. اصيب على اثر ذلك رجل امن نقل فورا من خلال الاصابات البالغه اللي لحقاته الى مستشفى ابو الوافي. كذلك عون السلطه بالملحقه 19 توا اصيب برجليه من خلال الرشق بالحجاره. ناهيكم عن السب والشتم وما الى ذلك. هاد الناس راه ما سلمش منهم حتى الشجر اللي هو توضع من اجل تلطيف البيئه والمحافظه على البيئه، راه ملوتوه بالحشاك البول ديالهم والغائط. وهذا كيتبعنا على اساس اننا نطرحوا السؤال ونفتحوا نقاش في هذا الموضوع، لان الامور ربما تستبحل وتعطي ما هو غير مقبول، لاننا ننبذ كل اشكال العنف، كل اشكال الحقد، كل اشكال السميت. حنا راه ملي دخلتوا المغرب استقبلكم المغاربه بحفاوه وما ظلموكمش وما جروش عليكم، ما درناش لكم كيف داروا الكبرانه ديال الجزائر، كيف دخلتوا جروا عليكم خلوكم تستوطنوا الارض ديالهم. حنا لا، حنا راه المغرب معروف عليه الكرم، معروف عليه الجود، معروف عليه السخاء، بلد الحضارات، بلد الديانات، بلد الاخاء، بلد السلم. ما تجيوش انتوما تجيبوا لنا ثقافه غابويه تبداو كتسربوا فيها وسط المجتمع ديالنا. وشكرا. المتشردين ومأوى الأفارقة. حنا كمستعملين بمحطة طرقية وكناقلين هنا بجهة ضرب دسطات كنستنكروا هذه المشاكل كاملة اللي كتحيط بالمحطة الطرقية. جميع الهيئات المهنية اللي كتمثل القطاع وقعت دارت مراسلات للجهات المسؤولة، للسيد الوالي الجهة بجهة ضرب دسطات، السيد نائبة العمدة ديال الجماعة الحضرية بالدار البيضاء، وتم الاستدعاء ديالنا في هذه اليومين الفائتة، وعلى إثرو الإخوان السيدة نائبة العمدة خدات على العاتق ديالها بأنه المحطة الطرقية ضروري ما غتشملها إصلاحات اللي هي جذرية. المشكل ديال الأفارقة ما خصهمش يستعملوا المحطة الطرقية لأنه هذا المرفق خاص بالمسافر. حنا اليوم لاكليونتيل ديال النقل الطرقي للمسافرين ما بقاتش كتستعمل المحطه الطرقيه، اللي بغى كيجي يركب المحطه كيلقى الافارقه ناعسين في البيروات قدام الكيشيات كيف دايرين فراشات هنا. هذا هو المشكل الوحيد عندنا حنا. حنا هاد الناس هادو ديال هاد السكان ديال جنوب الصحراء حنا ما عندنا معاهم حتى شي مشكل. المشكل عندنا هو حنا المصالح ديالنا هنا كناقلين وكمستثمرين بالقطاع تضرات بشكل كبير من هذه العشوائيه هذه. وكنشكروا الناس ديال السلطه اللي منهم الناس ديال الامن، كما كتشوفوا انه كاين انزال امني كبير على اساس انهم يحدوا من هذا المشكل هذا ويتم الابعاد ديال هاد الناس من المحطه الطرقيه. الناس ديال الجامعه ديال الدار البيضاء خداو على العاتق ديالهم بان غتكون اصلاحات مسترسله في الايام المقبله، وحنا الدليل على ذلك راه كنشوفوا انه الاخوان كاملين حاضرين هنا وكي كل كيدلي بالدلو ديالو في هذه النقطه هذه.
حنا المهم عندنا هو المسافر اليوم هرب ما بقاش كيستعمل المحطه الطرقيه. الاخوان للناس اللي كيستعملوا الكيران بهنا بداخل الدار البيضاء قلبوا على انماط نقليه اخرى كيتنقلوا بها. الناس اللي هما الناقلين اللي هما ما عندهمش ديزاجونس وما عندهمش بيرو ديال الشحن اللي كيستعملوا المحطه الطرقيه بشكل يومي اليوم كيصبحوا ضحايا ديال هذه العشوائيه. وهذا الشيء اللي ما حنا قلنا لهم ما غنسكتوش عليه، لان اما غنصلحوا المحطه الطرقيه او غنخرجوا، حنا كل غيقلب على راسه. وشكرا والسلام عليكم.